سمية خشاب لا تقبل الراجل الخاين، الراجل اللي بيمد ايده، ودي كانت الرساله من الكليب بكل المحترم ابن الاهانات بقى، محترمين يعني بيشتم بالظبط. بمد ايده او ولا الاهانه ولا الادمان ولا بكفايه. انت خليتي حاجه طب كفايه، البخيل الله اخباره ايه؟ يرضيكي. الايه؟ البخيل او للراجل، اه برافو عليكي، الراجل البخل اللي بيعيش على قفا الست اللي معاه. دي كارثه، انا عمري ما جربتها ولا احب اجربها ولا احب ان اي ست تجربها، لانها اسوأ حاجه في الوجود. انه راجل يبقى بيعرفك عشان انت اللي تصرفي عليه، طب وما انت حضرتك بتعمل ايه يعني؟ خيال مآتة مثلا بقى، انت مش راجل بحضرتك بس بتعرف تضرب، ما بتعرفش انك تصرف على مراتك؟ طب ما انت ايه بالنسبه للرجوله ايه يعني؟ ده راجل يعني حنيه، ما فيش حنيه يبقى خلاص.